بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد صباحكم شباب وصبايا. أي سؤال على الحصة السابقة؟ معقول ما فيش أسئلة؟ يعني كل شيء واضح؟ أنا مش عمال بسمع أي تفاعل منكم. يا لبنان، كل شيء واضح؟ صباح الخير دكتور. يسعد صباحك يا لبنان. الحصة الماضية كل شيء واضح ولا عندك أسئلة؟ أنا عندي سؤال تفضلي. دكتور، رسمت لنا الآي سيكشن ورسمت لنا إيش زي البلات، وسألتنا إنه على أي منحنى بصير الباكلينج، على أي أكسس. صح. إنه طلعت بالزد صح، بس أنا هاي ما فهمتها، رجعت طيب ماشي. حضرت المحاضرة فما كانت واضحة عندي. ماشي. طيب هلا بحاول اوضحها. هلا لنفرض ان انا عندي هاي المسطره، تمام؟ خلينا نرسمها بثلاث ابعاد. هلا بدنا نعمل هذا بعد وهذا بعد، هذا بنسميه مثلا اكس، هذا بنسميه واي، والبعد هذا بنسميه زد. اذا على هذا الكروس سكشن انا عندي هذا اكس وهذا واي. هلا ممسوكه هي من فوق كبن وممسوكة من تحت. طلع على شكل هلا، هي أي شكل المسطرة. لما بحط عليها حمل كيف عمالها بتروح بهذا الاتجاه؟ تروح بهذا الاتجاه، يعني بمعنى إنها لما بتروح بهذا الاتجاه بتروح باتجاه إكس ولا بتروح باتجاه واي؟ قولي لي يا بنتي. طلع على الشكل اللي أنا راسمه، قولي لي هي المسطرة، هي الكروس سكشن وهي المسطرة. معرفش إذا واضحة ولا لا، هي المسطرة عندك والكروس سكشن. هي عمالها بتروح على هذا اتجاه اكس، هذا اتجاه واي، وهذا اتجاه زد. عمالها بتروح بأي اتجاه؟ اتجاه اكس. باتجاه اكس. إذا هي لما بتروح باتجاه اكس بيكون الديفليكشن بهذا الاتجاه. هذا زد وهذا اكس. هذا هو شكل الديفليكشن. احنا عادة لما بنرسم يا بنتي بنرسم الانحناء بحيث انه المومنت اوف انيرشا اللي بتقاوم بتكون عمودية على الانحناء. يعني لما كنا نعلمكم من سابق كان نعلمكم هيك، كنا نعلمكم هاي اكس هاي واي، ونقولكم المومنت هي عبارة عن ام زد. ليش نقولكم ام زد؟ زد هو الاكسس البيربنديكولار لاكس واي. هلا انا البيربنديكولار لاكس وزد اي اكسس؟ واي. اذا هو على الواي اكسس. هذا الواي اكسس معناته انا بدي اخذ ام واي. قديش الام واي بدها تكون؟ بدها تساوي الجزء الصغير هذا تكعيب الام واي، هي عباره عن هذا الطول بي في تي، بي في تي تكعيب على 12، وهذا اضعف عزم موجود في الواي دايركشن، فهي بتروح عمالها بالواي دايركشن. هل وضحت ولا اوضحها بطريقه ثانيه؟ لا وضحت، يعني لانه هو صار عندنا اضعف اتجاه هو اللي بحط فيه البريسنج صح؟ 100%. اضعف اتجاه هو اللي بدي احط فيه بريسنج. هلا انا شو بدي اعمل الان؟ بما انها هاي بتتحرك باتجاه ايش؟ باتجاه اكس، بدي احط البريسنج باتجاه اكس. هلا مجرد ما حطيت البريسنج بهذا الاتجاه وصرت اضغطها صارت قوه تحملها اكبر حتى انها تنحني. هلا الاشكاليه انه اذا كانت هاي مش شكلها هيك، شكلها متقارب. هلا رايح اعطيكم جسم متقارب. انا لما بعملها بريسنج بالاتجاه الاضعف بتصير تنحني على الاتجاه الثاني اللي بيصير اضعف. يعني مجرد ما عملت انا بريسنج باتجاه صار عندي يا ترى هلا مين صار الاضعف؟ الشيء اللي هلا انا عملت له بريسنج بالاتجاه الثاني احتمال يكون الاتجاه الثاني اضعف صار. هلا بدنا نشوف. اذا احنا الحصه الماضيه
حتى اخذ هاي كمناسبه من كلامك، شو اللي لازم نفهمه احنا من الحصه الماضيه؟ لازم نفهم انه البي كريتيكال لبينبن لمثل هاي الحاله بتساوي باي سكوير اي اي على ال سكوير. هلا هاي الباي سكوير اي اي على ال سكوير فيها لها مشكله. شو هي؟ انه انا بحسب بي كريتيكال ومش عمال بحسب الستريس. هلا انا مفترض انه انا باللينير رينج ولا مش باللينير رينج؟ لاحظوا انا عندي هون حاطط اي، حاطط اي، ولما رسمت لكم الستريس سين دايجرام حكيت لكم بالستيل انه انا عندي هون اي بتساوي زيرو وهون عندي اي بتساوي اي ستيل، هيك فرضناها الحصه الماضيه. لغينا ايش؟ هاي السيجما ابسلون، ولغينا السترين هارنينج، قلنا بدنا نلغي هاي القيمه وبدنا نعتبر انه عندنا هيك وهيك. هون بكون انا عندي اي ستيل وهون بكون اي سيجما. هلا اذا كانت عندي الاسترس اقل من سيجما ييلد، اقل من سيجما ييلد كلامي صح، بس اذا الاسترس طلع اعلى من سيجما ييلد معناته كل فرضيتي غلط. فيفضل انه انا بدل ما اتعامل مع البي كريتيكال اتعامل مع سيجما كريتيكال. هلا سيجما كريتيكال بتساوي بي كريتيكال على ايش؟ على الاريا. هاي بدها تساوي باي سكويرد اي. احنا تعلمنا انه الاي هاي ممكن اعبر عنها اريا في ار تربيع. هذا بقول له شيء يا ار؟ radius of gyration. رائعه، radius of gyration. هلا هاي بدي احطها ايه على ار تربيع؟ على اريا. وعندي انا هون ار تربيع، اي ال تربيع. فالاريا بتروح مع الاريا وبصير عندنا هاي عباره عن باي سكويرد اي على ال على ار الكل تربيع. هاي لمين؟ لبنت كيسز. اذا هلا الحصه الماضيه احنا توصلنا انه عندي البي كريتيكال بتزيد كل ما زادت الاي، بتزيد كل ما زادت الاي، بتقل كل ما زادت ال. الان حطينا بدل ما نحكي عن اي وال صرنا نحكي عن سلندرنس ريشيو ال على ار. لمين؟ لبن اندد كيس. بعدين اجينا عندنا نفكر شو قلنا؟ قلنا احنا بدنا نعمل تشابه. شو يعني تشابه؟ يعني بدل ما كل مره نشتق زي ما اشتقينا هيك علميا بدنا نعمل شيء يشابه هذا الاشتقاق العلمي. فقلنا اذا بنقدر نرسم الديفلكتد شيب بنقدر نعمل شيء مشابه. فشو سوينا الحصه الماضيه؟ سوينا الاتي. صرنا نرسم منحنيات مشابهه. مثلا اخذنا حاله بهاي الحاله قلنا لو كانت هاي مثلا عندنا فيكست حكينا انه بصير عندنا انحناء بهذا الشكل وهون لازم يصير الديفليكشن زيرو. فكونه تغير الكيرفشر تولد هون بلاستيك هنج وقلنا صارت هاي هي المسافه ال. بس احنا عارفين انه احنا هذا هو ارتفاع العمود ال، فاصبحت هاي المسافه بدنا نسميها كي في ايش؟ في ال. وش سمينا كي؟ ذكروني هذا حكينا الحصه الماضيه ولا ما حكيناها؟ هاي الحاله لا، اخر شيء بس اخذنا بن بن وبالنص حطينا ما حكيناش غير بن بن. طيب بما انه ما حكينا غير بن بن خلينا هلا ناخذ مثل على هذه الحاله وبعدين باجي لهي الحاله. هلا حكينا عن البريسنج، ننسى هاي الحاله انا حكيتها، هلا باجي كمان شوي بشرحها. اذا خلينا على البن بن كيس. اذا اكثر شيء تعلمناه الحصه الماضيه هي هاي، والان قلنا هاي البي كريتيكال بدي اتاكد ان اقرنها بسيجما كريتيكال. طالما سيجما كريتيكال عندي اقل من سيجما ييلد فرضيتي صح. اذا سيجما كريتيكال اللي عندي طلعت اكبر من سيجما ييلد معناته كل كلامي غلط. ليش كل كلامي غلط؟ لانه لا يمكن الاسترس يكون اكثر من سيجما ييلد. فانا صحيح عمالي بحسب بي كريتيكال بس بحسبها على فرض انه الاستيك. بي كريتيكال بدي احسب منها سيجما كريتيكال. اذا طلعت عندنا سيجما كريتيكال اقل من سيجما ييلد فرضيتي صح، اكثر من سيجما ييلد فرضيتي غلط. هلا بدنا ناخذ مثل ونشوف هذا كيف بدنا نتعالج معه. بس قبل المثل نشوف في الواقع اثر البريسنج. هلا حدا بيقول لي كيف الانسان بيمشي؟ الانسان كيف بيمشي؟ داينامكس. هي جسم الانسان
حتى الإنسان يمشي بيحتاج لقوة هيك، ولا أنا غلطان؟ طب منين هاي بتولد القوة؟ الإنسان هو بيمشي شباب وبنات بضرب على الأرض بإجره بهذا الاتجاه، إجره الأرض بتعطيه لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، فالفريكشن اللي بتولد بين الإنسان والأرض بيشكل هذا الحكي. فلو أنا هون حاطط صحن مثلا والإنسان مش على الصحن، الصحن بيمشي لورا والإنسان بيمشي لقدام. هذا الحكي شباب طالما في تلج الإنسان بيقدر يمشي، إذا طالما في تراب تعمل فريكشن الإنسان بيمشي، إذا الإنسان حاطط على سطح أملس ما بيقدر يمشي، لأنه إذا عمل هيك وما كانش في فريكشن تولدش هاي القوة، بيجي على وجهه. لذلك الناس اللي بدها تركض ركاد تعمل تزلج على الجليد. ليش تزلج على الجليد؟ بأقل حركة بتلاقي لك يا سرعة الصرارة، لأنه الاحتكاك بينه وبين الجليد لا يكاد يذكر، فبتلاقي لك يا أقل حركة شو أعطته سرعة عالية جدا. الآن إحنا بدنا نطلع على شكل أدى لانهيار، وقبل ما نحكي لكم كيف صار الانهيار بدنا نورجيكم شغلة، أو خلينا قبل ما نعمل الشير أقول لكم الآتي. لو أنا عملت دعامة بهذا الشكل، قديش قدرة البي هاي؟ زيرو. بتعرف ليش زيرو؟ هذا المنشأ أنستيبل، هذا المنشأ ماله أنستيبل، يعني وجود هاي الانترنال هنج بين، يعني لو حطيت أنا هون انترنال هنج هذا المنشأ أنستيبل، نحول من ديترمينت لأنستيبل. فتخيل أنا يكون عندي منشأ هون بين وهون بين، وبالوسط ما فيش بريسنج، يعني عامل هنج أقل قوة لترر من هيك، شو راح تعمل في المنشأ؟ هذا عفوا رسمتها هون هيك درسمه زي ما رسمتها هون، أقل قوة هوريزونتال شو راح تعمل؟ انهيار. هلا بدي أورجيكم طوبار بهذا الشكل، وش معمل له بريسنج هون؟ إجا واحد دخل على الطوبار، هلا لما دخل على الطوبار حتى يمشي على وجه الطوبار بده هو قوة بهذا الشكل، بده شكل على الطوبار قوة مالها بهذا الشكل. هاي القوة مهما كانت صغيرة شو بدها تعمل بالطوبار؟ تهده إذا ما كانش فيه بريسنج هون. طلعوا على هذا الفيلم، الصوت جوز مش عامل، واقف الصوت طلع مش طالع، مش عامل شير للصوت ده يوم. Action video where the shattering and palm work failed during slab concreting. Now the question is why. أول شيء انتبهوا، المنشأ واقف ولا لا؟ حدا يجاوب معي، ما بنفعش هيك. بلا تمام. هلا لاحظوا، هلا هذا اللي بده يجي هلا يدخل عامل من هون، هلا هذا العامل نتيجه الدايناميك حتى يدخل بده قوه تدفشه هيك، هاي القوه اللي بدها تدفشه هيك ردت فعلها بده يجي قوه بهذا الشكل. اذا كانوا هدول بدون بريسنج بهذا الاتجاه، لاحظوا هدول لهم بريسنج بهذا الاتجاه، هذه الدعامات اللي جايه بالميل عامل بريسنج للمنشا بهذا الاتجاه، بس ما فيش عندي انا دعامات جايه بالميل، يعني هذا الدعامه قاعده على خشبه وهي الخشبة جاي تحتيها دعامة، وهون عندكم هنج وما فيش بريسنج، يعني هذا الهنج ما إلها بريسنج. شوف شو بده يصير لما يدخل العامل. Happened and what are the reasons behind this failure? So in this short video we will be analyzing different reasons behind this failure. Number first, as you can see when the person with handbar arrives to the slab, the failure starts from the left hand side where we can notice some double story shuttering without. لاحظ double shuttering اسمع without what.
شو اللي صار؟ اسمعوا شو بيحكي دبل شترينج without أهم كلمة رايحين تسمعوها بحياتكم اللي هي البريسنج. Hey, you may have watched a viral construction video where the shuttering and formwork failed during slab concreting. Now the question is why it happened and what are the reasons behind this failure? So in this short video, we will be analyzing different reasons behind this failure. Number first, as you can see, when the person with handbarrow arrives to the slab, the failure starts from the left hand side, where we can notice some double story shuttering without any proper bracing. And of course, some shuttering columns are not placed on the ground surface. Hey, you may have watched. لا ما بديش احكي على الاسباب الثانيه. هدفي انا من بدايه هذا الفيديو اعرفكم اهميه البريسنج. حدا بعطيني ترجمه للبريسنج؟ معنى كلمة بريسنج؟ هلا احنا وجدنا انه الفيلير بيحصل اذا ما فيش بريسنج. مش رايح اقول لكم معنى كلمة بريسنج، تبحثوا عنها بجوجل، والحصة الجاية بدي اسألكم شو يعني كلمة بريسنج وشو استفدتوا منها. بس هلا بدي احل لكم مثل. شو المثل اللي بدي احل لكم اياه؟ حدا يقرا لي اياه، ميس اقرا لي اياه لاشوف. ميس مش سامعتني؟ محمد السدي اقرا لي اياه يا محمد. شباب انتوا داخلين مش مشاركين معي ولا ايش؟ اقرا دكتور. اقرا يا ريت. Determine the buckling strength of a rectangular tube column 14 cm by 10 cm of 4 mm thickness. Its length is 6 meters. Repeat one for several cases of different end conditions. Use analogy. طيب شكرا كثير يا بنتي. هلا انا اول شيء بدي احدد واحد احله بساب. بعد ما احله بساب الاولاني، اول شيء بدنا نحله باليد، بعدين نحله بساب، بعدين اعلمكم شو هو الانالوجي، وعصير اعمل التحليل بساب كتحليل علمي والتحليل بالانالوجي كتحليل حسي، ونشوف التنتين بيزبطوا مع بعض ولا لا. خلينا نبدا اول شيء بالحل اليدوي. أنا عندي تيوب، هاي ميس كانت خارج من الإنترنت. أنا عندي تيوب هذا مقداره 10 سنتي، خلينا نقول 0.1 متر، وهذا مقداره 0.14 متر، والسماكة مليمتر يعني 0.004 متر. هذا طبعا له اي اكس وله اي واي. فلو بدنا نحسب اي اكس اكس بده يساوي الخارجي ناقص الداخلي، يعني بده يساوي 0.1 في 0.14 تكعيب على 12 ناقص الداخلي، بدي من البوينت 1 اطرح 4 و4 بضل عندي بوينت 092 فيه، والبوينت 14 بدي اطرح 4 و4 بدي تعطيني بوينت 132 تكعيب تقسيم 12. ان حسبتها بطلع عندي الاي اكس اكس تساوي 5.24 في 10 القوة ناقص 6 متر تو ذا باور 4. الاي واي نفس المبدا، نفس الاي واي واي نفس المبدا، بس بدكم تقلبوا، بدكم تقلبوا، فبطلع عندكم الاي واي واي بتساوي 3.1 في 10 القوه ناقص 6
meter to the power 4. معناته لو انا بدي احسب البي كريتيكال ده تساوي باي سكويرد اي، لو كان الفيلير اباوت اكس اكس بده يكون اي اكس اكس على ال تربيع اللي هي 6 على ال تربيع، هذا بي كريتيكال اكس، ولو كانت بي كريتيكال واي بدها تكون بتساوي بي كريتيكال واي تساوي باي سكويرد اي اي واي واي على ال تربيع. طبعا ال بتساوي 6، الاي حسبت لكم اياها، والاي هي عباره عن 210^6 كيلو نيوتن على المتر المربع اللي هي 200 جيجا باسكال. فاذا حسبتوا البي كريتيكال اكس والبي كريتيكال واي بيطلع عندكم البي كريتيكال باتجاه الاكس 287 كيلو نيوتن، والبي كريتيكال باتجاه الواي بتطلع عندنا 170 كيلو نيوتن. في مشكله لحد هلا؟ احنا الان بدنا نشتغل في ساب ونشوف يا ترى لو اشتغلنا بساب بنطلع نفس القيمه اللي عمالنا نطلعها هون، بدنا نصير ننتقل هلا بين ساب وبين هون، بين ساب وبين هون، على امل ان الفكره تتوضح براسكم وتثبت ان شاء الله. شكله ساب شغله دقيقة. هلا بدنا نحل عن طريق ساب. ساب عباره عن اناتوميكال تكنيك او فاينايت اليمنت تكنيك بوجود لنا البكلينج لود. فبنروح على فايل نيو موديل وبنختار الجريد، في الاكس دايركشن بنحط 2 حتى يظهر قدامنا بس، بالواي دايركشن بنحط 2 وبالزد دايركشن بنحط 2 حتى يطلع لنا 3 دايمنشنال ستراكشر لا اكثر ولا اقل. طبعا احنا بعنينا المسافة في الزد اللي عبارة عن 6 متر. هاي اوكي. هاي بعض اعمل 3D structure. ومش غلط ادوره شوي حتى نعرف احنا شو عملنا مسوي. اوكي. هلا بدي اعمل define للممبر، فبقول له define section properties frame section add new property، بختاره بحيث انه يكون ستيل وتيوب، ولا انا بدي اياه تيوب. تيوب كان اسميه 140 حتى اتذكر انه ايش نوع التيوب هذا. طبعا الستيل كل الملاستيك موديولس لكل انواع الستيل 200 جيجا باسكال، فما فيش داعي ان اغير الماده. بحط هون 0.14 وبحط هون 0.1 اللي هي عبارة عن قديش الدبث وقديش الويث اللي أنا أعطيتكم إياهم، وعندنا الفلانش ثيكنس والويب ثيكنس 0.004 و 0.004. حدا عنده سؤال على السكشن وتعريفه؟ بنحط أوكي كمان مرة أوكي، وباللارج بالكويك درو نختار التيوب 140 ونرسمه. هلا هاي القاعده بدي اقول له assign joint restraints اعتبرها pin hinge، وهاي القاعده قال له assign joint restraints
امنعها تتحرك بالاكس وبالواي واسمح لها تتحرك بالزد. طبعا امنعها بتحرك بالاكس وبالواي يعني اعمل بن، بس طبعا بتسمح انها تتحرك بالزد وقال له اوكي. وقال انا بدي اعمل على هون حمل. هلا كيف انا بشتغل بالباكلينج لود؟ بحط حمل هو بيصير يضله يزيد 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 حتى يتغير الشكل حتى يتغير شكل المنحنى. يعني زي عندي انا هاي المسطره، هاي المسطره انا حطيت عليها حمل ما تغير شكلها، بضلني ازيد 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 حتى يصير في لها باكلينج. لما بصير عندها باكلينج بعطينا قديش قيمته. فانا هلا قديش بدي يزيد الحمل؟ هل بدي احط 1 كيلو نيوتن وكل مره يحط 2 3 4 ولا بدي احط 10 ويصير يعمل 20 30 40 ولا بدي احط 100؟ تقديركم للحمل، انتم لو بديتوا هون ب 10 اساين جوينت لودز فورسز وعملتوا لود جديد سميتوه باكلينج، باكلينج لود، بحيث انه it is another load. طبعا ما بتكيش تحسب الديد لود، add a new load pattern وهي اوكي. تيجي للباكلينج لود هذا وبتقول انا بدي احط بالزد دايركشن ناقص 10. اذا شو فكرة انه احط ناقص 10 بالزد؟ انه هو بصير يعمل increment 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 حتى بيصل على الحمل اللي ايش اللي بيصير عليه فيلير، فبعطيني النمبر اوف انكريمنتس. لو قال لي انا عندي 10 انكريمنتس معناته انا عندي لود 100، لو قال لي انا عندي 2.4 انكريمنت معناته انا لو 2.4 في 10 بعطيني 24. وقالوا ما جرب. أيوة. هيك بيشتغل البرنامج. فلما بدي اجي انا اعمل له قبل ما اعمل له شو اسمه ران، بروح على ديفاين لود كيسز وعلى باكلينج هذا بقول له موديفاي شو بدي هذا الباكلينج يعمل شغله اسمها باكلينج اناليسيس. فبختار من الاناليسيس باكلينج على اساس يعمل لي باكلينج اناليسيس وبقول له اوكي كمان مره اوكي وبمرن. انا بديش امرن للدد ولا للموديل، انا معني بس بالباكلينج فرنه. وبدي اعملها هاي بالستيل وبدي اسميها هاي تيوب 1 وعمل سيف. انا حاسب البي كريتيكال 170، شو اعطاني هون؟ اعطاني هون 20 بوينت وات 0.6، يعني قديش؟ 206 او 207، بعيد عن ال 170. هلا دائما لما بيكون عندنا نون لينر اناليسيس على ديفورمد شيب اذا بدك دقه لازم تقسم المنبر. فسبب عدم حصول الدقه انه مش مقسمين النمبر. بس لاحظوا هاي لو رحت على مود 2 انا متوقع بمود 2 انه يعطيني مثلا 287، هو عماله بيعطيني 348. الخطا هذا الموجود بمود 1 وبمود 2 سببه انه انا مش مقسم العنصر. فحتى احصل على نتيجه افضل بدي اقسم العنصر. فممكن هلا انا اشيل هاي اوكي واختار العنصر هذا اقسمه، يعني هاي ادت ادت لاينز، يعني لو عملت له ديفيجنز لاربعه ولا ثمانيه كويس، خلينا نعمل مثلا ثمانيه ديفيجنز ونقول اوكي ونعمل هلا رن. هلا انا بتوقع يعطيني نتيجه افضل بكثير. لاحظ بمود 2 اعطاني 228.59 يعني 286، وانا حاسبها قديش 287 286 287 يعني اكزاكت تقريبا. لو رحت لمود 1 هي مود 1 اعطاني 169 وانا حاسبها ايش 170، يعني هو اعطاني 169 انا حاسبها 170، يعني الفرق هو حساب كالكوليتر فقط بعطيني اكزاكت. حتى اشوف طبيعه هاي بقدر اروح انا على تيبلز واعمل اكسترود. اوكي وبقدر اكبر حتى تشوفوا انه المود الاول، المود الاول جاي باتجاه المود الضعيف اللي هو الواي دايركشن. لو عملنا ستارت انيميشن يعني اجى باتجاه الواي دايركشن اللي هو المود الضعيف.
على الاي الاقل. هلا مود 2 اللي هو 286 اجى على الـ على الاكسس الاقوى. عمالي بحسبها يدويا وبحسبها بالكمبيوتر وبتعطي نفس النتائج. هلا الاساس اللي هلا احنا بدنا نعمله انه يا ترى امتى الحمل فرضيتي كلها بتضيع عليه. خلينا نروح نعمل شير ونقول لكم امتى الحمل فرضيتي بتضيع عليه. هلا الكمبيوتر بيشتغل على اساس انه اتس لينير اناليسز. انا المفروض اكون عارف شو اللي بشتغله واجي اقول هون اذا كان انا عندي الاف ييلد. اذا الاف ييلد بتساوي على سبيل المثال 250 ميجا باسكال، فالبي كريتيكال الماكسيموم اللي هي بدي اسميها بروبورشنال يعني بيكون الستريس بروبورشنال تستيل، هي عباره عن السيجما ييلد في الاريا. هلا بتقدر تحسب الاريا لهذا المقطع، بدها تكون المساحه الخارجيه ناقص المساحه الداخليه، يعني بدها تكون 0.14 ناقص 0.09292 في 0.132 وهي بدها تعطيكم اريا بتساوي 1.856 مضروبة في 10 للقوة ناقص 3 متر تربيع. فلو اخذت السيجما ييلد ونفرض السيجما ييلد انا عندي 250 ميجا باسكال، يعني 250 في 10 للقوة 3 كيلو نيوتن على المتر المربع، اذا ضربتها بالاريا اللي هي 1.856 في 10 تو ماينس 3 هاي بتعطينا قيمه مقدارها 464 كيلو نيوتن. فطالما القوه اقل من 464 فرضيتي صح، وبالحالتين عمال انا بحصل على قوه اما 170 او 287 فرضيتي صح، فاللي انا حاسبه مقبول. هلا على فرضيتها انه ما فيش انا عندي سيجما ييلد، لانه لقدام شوي بدنا ندخل بالامور العمليه اللي موجوده. انا ما عندي ما عنديش اي انيشال ستريسز على المنشا، والجانب الثاني انه السيجما ييلد اللي 250. هاي بدي اتاكد انها انكتبت 466. ماشي. هلا بدنا نتعلم شو اسمه انالوجي. شو هي الانالوجيا؟ بدل ما اني انا اشتق كل مره لاشي جديد، بدي ارجع احط اللي انا كتبته. طلعت انا بي كريتيكال بتساوي 170 كيلو نيوتن لاي حاله؟ هاي لحاله هنج. هلا هاي اعطتني الديفليكشن بهذا الشكل. انا هلا بدي افترض انا عندي هنج وفيكست، هاي بدها تعطيني حاله هيك. اما بحلها اناليتيكال وبطلع لها جواب، وهي شباب اي واحد باخذ مساق في كليه الهندسه على مستوى الماجستير ستابيليتي بنعلمه وبحسبها بالديفرنشال ايكويشن زي ما عملناها الحصه الماضيه، او بنحلها بطريقه انالوجيكال. شو الطريقه الانالوجيكال؟ انه هذا شكل الديفليكشن لما بيصير له هيك عماله بيكون هون بوزيتيف وبعدين بنقلب لنيجاتيف، فهي النقطه بدها تكون انفليكشن بوينت. هاي انفليكشن بوينت، فاصبحت بين هون وهون هذا الطول يشبه هذا الطول، هذا بنسميه انالوجي. فإذا كان هذا الطول K، هذا الطول L، هذا الطول بدي أسميه أنا KL، وهذا الK أسميها Effective Length Factor. وهي في جداول في الكود بعطيك إياها، لهي الحالة الكود بعطيك 0.7، ولو حسبتوها بالستابيليتي هاي بنسميها Theoretical Value، يعني بتطلع Exactly، فهي بنسميها Theoretical. طبعا براكتيكالي صعب انك تحصل على فيكس
الا اذا استخدمت ويلد. الويلد بعطيك 100% فيكس، فانت حتى تغطي حالك براكتيكالي بتستخدمش 0.7، بتستخدم قيمه اكبر من 0.7. هلا بدي اعطيكم حاله ثانيه، حاله ثانيه لو كان عندي هيك فيكس وبتتحرك. فلما بتتحرك بدها تكون هون فيكس وبدها تقلب هيك، بدي تولد عندي هون انفليكشن بوينت. حتى احصل على نفس الشكل الفوقاني بضطر اني اعمل شيء وهمي هيك حتى اصل على انفليكشن بوينت. فهي المسافه هي مسافه اللي انا بدي استخدمها اللي هي الكي ال. بس لاحظوا هاي المسافه هي نفس هاي المسافه. ليش؟ لانه المسافه من هون لهون هي نص هذا الطول، والمسافه من هون لهون لنص، فهذا بيجي محل هذا، فبتطلع عندي الكي بتساوي 1. يعني لو كانت هون فيكس وهون كانت رولر راح تعطيني ايش؟ كي يكوال 1. طيب لو كانت انا عندي فيكس وفيكس وهي الحاله، يعني مش محله بس تتحرك بالفيرتيكال، يعني هاي مش بس يعني كيف بدي اسميها هاي الفيكس، خلينا احطها هيك افضل حتى ما تلتخموش. هاي فيكس ومسموح للعنصر يتحرك بس فيرتيكالي. هاي العنصر والديفلكت بهذا الشكل لانها فيكس، وبدي ارجع هون بهذا الشكل. بده يكون عندي انفليكشن بوينت هون وانفليكشن بوينت هون، وهذا الطول راح يكون عندي 0.5L. اذا كان هذا L هذا بيكون 0.5L. شو بترتب على ذلك؟ بترتب على ذلك انه البي كريتيكال اللي هي بتساوي باي سكوير اي اي، هلا صارت بدال على L التربيع صارت على كي L لكل تربيع. فإذا كان أنا عندي L.7 زي هاي الحالة K equal 0.7، هاي الحالة رايحة تؤدي إلى B critical بتساوي، لاحظوا أنا بدي أحط هيك باي سكويرد E I على L تربيع واحد على K تربيع. فهاي بدها تعطيني نتيجة الأولى الباي سكوير دي اي على ال تربيع هي 170 في 1 على 0.7 تربيع. هاي راح تعطيني زيادة في القوة مقدارها، إذا حد عنده آلة حاسبة يحسبها. خلينا أنا أكتب لكم قديش القيمة رايحة تطلع. 347. الله يكرمك، 347 كيلو نيوتن. نشوف هذا الكلام صح ولا لا. لاحظوا أنا أصبحت عندي بس بدي أحولها تحت فيكس، هل بتعطيني 347؟ خلينا نروح على ساب. بدي اشيل هاي. هي اوكي. واجي على هاي القاعدة. والله اساين جوينت. اساين جوينت. ريسترينتس. اعملها فيكس. اوكي. وعمرن. إذا أعطتني نفس القيمة بكون مطمئن إنه شغلي صح. هذا مود 2، بدي أروح لمود 1. هاي مود 1، مود 1 قديش أعطتني؟ 300 قديش؟ 45. يعني نفس القيمة اللي أنا حسبتها قبل شوي. طيب خلينا آخذ حالة ثانية. بدي اخذها مثلا كانت لي طبعا فيكس فيكس. هلا بعملكم اذا فيكس فيكس قديش بده تعطيني؟ 4 أضعاف القيمه. 4 أضعاف القيمه يعني بده تعطيني 680. بس احنا حاسبين انه السيجما ييل تعطيني قوه بكريتيكال بتساوي 4
64 كيلو نيوتن. فأنا لا زال هون ضمن فرضياتي، لا زال هون ضمن فرضياتي، لكن إذا حطيتها fixed 0.5L، يعني واحد على 0.5L، يعني بده يكون عندي لهذه الحالة البي كريتيكال بتساوي الباي سكويرد اي اي على ال تربيع في واحد على كي تربيع، باي سكويرد اي اي على ال تربيع في واحد على نص تربيع، بده يعطيني 680 كيلو نيوتن. وهذه القيمة اللي رايح أخذها أنا من ساب، يعني إذا دخلت على ساب الآن، يعني أنا بعمل لينير أناليسيز، عفوا هي نيو شير، ظهر ساب قدامكم يا دكتور، فهلا بدي أنا أعمل أشيل هذا، احدد هاي ولا اساين جوينت ريسترينس، بدي امسكهم كلهم ما عدا الفيرتيكال ترانسليشن، ومتوقع انه يعطيني 170 في 4 680. هاي اوكي اعمل رن. هاي الفاكتور الاولاني اعطاني 673، يعني 600 قديش؟ 80، 673. لاحظوا ساب اشتغل غلط. اكثر شغله فيها فرضيات في الكون ستيل ديزاين في ساب. ليش؟ احنا حكينا ستيل ديزاين فيلز باي باكلينج، بالكونكريت الباكلينج از نوت بروبلم، فانت لو خبصت ايش ما خبصت في الكونكريت تصميمك اوكي، الستيل لا. الستيل بعطيك نتائج نونسنس اذا انت مش فاهم الفرضيات. يعني انا هون ممكن احط هذا اقول الكولوم بيحمل 673، طب ما الاسترس عندك صار اكثر من سيجما يلد، لا يمكن الاسترس يتعدى عن سيجما يلد، فانت مفترض ماده السيجما يلد تبعها اكبر بكثير من الموجود. بتقولي ساب اعطاني هيك، بقول لك اه بس دير بالك ساب عماله بيعمل لينر اناليسيس، وانت لما وصلت سيجما يلد الاي صارت عندك زيرو، هو عمالك بعطيك هون الاي 200 جيجا باسكال. هاي المقدمة ليش ضرورية كتير لكم شباب؟ لأنكم لقدام وصبايا لما راح تصمم المنشأ ساب بالستيل في عشرات الفرضيات حاططها هو باي ديفولت. فأنا رايح في نهاية الكومبريشن ممبرز أعطيكم ترس تحللوه وترسموا له الديتيل، رسمة تؤدي لانهيار الترس ورسمة توقف الترس، والتنتين بدنا نشتغلهم ساب. كيف؟ عشان أقول لك ضرورية تفهم النظرية وتفهم الساب كيف بيشتغل. بديش اياك تفهم الدريفيشن، الدريفيشن اللي انا حكيته انسيه، بس باي سكويرد اي اي على كي ال تربيع بدي تعرفها، وبدي تعرف انه اذا الاسترس زاد عن السيجما ييلد معناته فرضيات غلط. يعني بدك تعرف امتى البرنامج ضمن فرضياتك بيشتغل صح، وامتى البرنامج ضمن فرضياتك بيشتغل ايش؟ بيشتغل غلط. اخر حاله بدي اعطيكم اياها واورجيكم اياها على البرنامج، لو كان عندي كانتيليفر. لو كان عندي كانتيليفر وحطيت عليه حمل هيك، فهذا الحمل رايح يعطيني هيك ديفليكشن. هلا حتى احصل على شكل مشابه لهذا مضطر انا شو اعمل؟ امد هذا هيك ويصير هذا هو عبارة عن الكيل، بس إذا كانت هاي L فهذا كله بيساوي 2L، يعني الكيل قديش أصبحت بتساوي 2، وأصبحت عندي البي كريتيكال لهي الحالة بتساوي باي سكويرد إي آي على L تربيع في 1 على 2 الكل تربيع، يعني بده يكون ربع ال 170. قديش ربع ال 170؟ 42.5 كيلو نيوتن. هاي الحالة الأخيرة اللي بدي أورجيكم إياها من خلال ساب. بدي أشيل هذا أوكي وأعلم هاي ولا أصاين
joint restraints احطها free. اوكي بعمر بتطلع حساب شو اعطاني 42.5 يعني 42.46 يعني 42.5. هلا لاحظوا انا الان متمكن من العلم ومتمكن من ساب بشعر مطمئن حساباتي اليدويه وساب نفس الشيء هذا اسمه فيريفيكيشن. هلا اي واحد باخذ اي مساق الاصل اي قيمه لساب قبل ما يطلع حيكون عنده نبوءه فيها. يعني ليش ربنا قال هدى للمتقين اول شيء يؤمنون بالغيب؟ عندهم تصور عن الغيب. اذا ما عندك تصور عن الغيب انت ما بتكون تقي. يعني واحد بده يرمي حاله فوق عماره بده يموت، لكن ولد صغير ممكن ينط فوق عماره وبيعتقد حاله انه بيعمل شيء صح. في دبي واحده كان عندها ولدين، ولد صغير ولد اكبر، تبعته على المدرسه. الولد الصغير بيغار من اخته من اخوه الكبير. هلا نزلت الولد الكبير تحطه في في في, في شو اسمه في الباص. الولد الصغير الشباك تركته مفتوح، بتطلع من الشباك بنلاقي امه تحت مع اخوه، نط على امه من فوق اجى على الارض مات. الام طلعت على النافذه ورميت حالها وماتت. هاي حادثة حصلت في دبي. فانت اذا كانش عندك تصور عن النتيجه ممكن يكون نصير النتيجه نفس نسيت الولد الصغير، بس الفرق انك تقتل فيها ناس. لازم ما تحط الناس تحت التجارب. حتى ما تحط الناس تحت التجارب اي شغله براسك تخيل الى حس لازم تعملها باسلوب ثاني وتعطيك نفس النتيجه على الاقل. اذا اعطتك نفس النتيجه اطمئن انك انت على الاقل ماشي بطريقه صح. اذا النتيجه كانت مختلفه قول انا ما بعرف. هذا اهم شيء. طبعا اذا قدرت تعملها بثلاث طرق مختلفه يكون هذا الشيء كثير ممتاز. انا بذكر من النوادر اللي حصلت في حياتنا انه احدهم كان قاعد احد خلف احد الطلاب الشاطرين وكان الامتحان ثلاث اسئله، فطلع يتباهى قدام زملائه اليوم بجيب 100، ليش؟ نسختهم عن فلان. طلع هو ناسخ حل السؤال اللي حاله زميله بثلاث طرق مختلفه للسؤال الاول، ومش منتبه انه زميله حل الثلاث اسئله بس كل سؤال حله بايش باكثر من طريقه. فصارت هاي الضحكه الان بنحكى فيها من كل زملاء الصف اللي كانوا عايشين هذا هذاك الموقف، انه هذاك كان بتباهى بعلامه وهو مفكر حاله بده يجيب 100، طلع ساقط في الامتحان لانه حل نفس السؤال بثلاث طرق مختلفة. هلا اللي احنا بدنا نعمله بدنا نقول شو واقع شو بيصير. هلا الواقع اللي بيصير في مشاكل كثيرة بدنا نتعلمها مش موجودة بفرضياتنا. احنا حاطين المنبر هيك ولا يمكن في عالم الواقع يجي منبر هيك الا المنبر يكون فيه له انحناء. طب هذا الانحناء من البداية بده يحط العزم والعزم بده يضعف المنبر. اذا انا مش رايح اصل السيجميل رايح اصل اقل من السيجميل. هاي اول مشكله. المشكله الثانيه اذا رحتوا انتم على مصنع الالمنيوم كيف يصنع الحديد؟ هلا بورجيكم تصنيع الحديد. هلا في لوحات بدي امر عليها مرور الكرام لانكم تقراوها في البيت كل شيء فيها مشروح. هاي سبق حكيناها الحصه الماضيه وحكينا على البي كريتيكال حطيناها as multiple of n، قلنا لكم n واحد واثنين وثلاثة ورسمنا لكم كيف بتكون الديفليكشن ل n واحد ل n اثنين وكل واحدة شو بيقابلها ايش باكلينج لود. تقرأوها هدول مراجعة للحصة الماضية. حكينا لكم عن هاي كيف لو صار عندكم انحناء كيف بيتم الانحناء في اتجاه المومنت الضعيفة. هون بنقول لكم دائما الكودات بتسمي لك هذا x وهذا y الكروس سكشنز بالكودات. هلا الديفليكشن ممكن يكون اباوت اكس ولا اباوت واي تعتمد على ال اوفر ار ريشيو. لو ما كانش في عندي انترميديت بريسنج اكيد البكلينج بده يجي اراوند وات اراوند واي اكسس. يعني الممبر بده ينحرف بالاكس يكون بالبلين اكس زد والمومنت اوف انيرشيا بده تكون بالانحراف بالعمود عليه اللي هو باتجاه واي. طبعا هذا الشكل بقول لك هاي هي الاي ماكسيمم وهاي هي الاي مينيمم. هاي هي الاي ماكسيمم وهاي الاي مينيمم. طبعا بده ينحرف باتجاه الاي ماكسيمم حتى يكون البندنج اباوت وات الاي مينيمم. اي سيمتريك سكشن بيكون عندك الاي اكس واي بتساوي زيرو، الاي اكس واي زيرو على اي سيمتريك سكشن. والحالات هاي انا ناقشتها فيكم ورجيتكم اياها الحصه الماضيه كيف ممكن يكون البكلينج
طبعا هذا بده يعمل بريسنج بهذا الاتجاه، بس ما فيش بريسنج بهذا الاتجاه، فبيجي البكلينج بهذا الاتجاه، وهذا لما عمل بريسنج بهذا الاتجاه بده يجي البكلينج مين بهذا الاتجاه. لاحظوا هون البكلينج اجى هيك لانه البريسنج مش جاي بهذا المنطقه، لو البريسنج محطوط بهذا المنطقه ما بصير بكلينج بهذا الاتجاه، اما هذا الاتجاه ورجيناكم اياه هيك بده يصير البكلينج لانه ايش ممسوك. هلا حكينا لكم انه اذا بدي استخدمها كستريس بيطلع لنا باي سكوير اي 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 على ال اوفر ار، ومش لازم هذا الستريس، انا سميته سيجما كريتيكال، احيانا بنسميه اف كريتيكال، مش لازم هاي الاف كريتيكال تتعدى السيجما يلد. حكينا عن الانالوجي قلنا لكم مثلا هاي 0.7L تغير شكل المنحنى، هاي 0.5L لانه تغير الشكل مرتين، وهذا L، وهذا كله بنسميه علم انالوجي. هاي التابل اللي موجوده عندكم بالاي اي اس سي كود واللي فيها بعطيك ثيوريتيكال كي فاليو، اذكرك لهي 0.7 ورجيناكم، لهي لما بتكون عندك فيكس وهون بن، مش مبين لك يعني رسمه الديفليكشن ضعيفه، المفروض يورجيك الانفليكشن بوينت 0.7، اذا كانت من فوق فيكس ومن تحت فيكس واحد اشتقينا لكم اياها. طبعا اللي هي بن بن كيس هي الاساس اللي هي واحد، كانت ليفر صارت الكي بتساوي 2، ولو كانت هاي بن وهاي فيكس برضه نص كانت ليفر تعطي الكي بتساوي 2. لاحظ انا حاطط لك ثيوريتيكال، تحتيش حاطط لك ريكومندد، ودائما الريكومندد بتكون اما قد الثيوريتيكال او كونزرفاتيف، بمعنى انك هون اذا استخدمت 0.65 بتكون كونزرفاتيف، هون 0.8 يعني بتكون ماخذ بعين الاعتبار انه مستحيل تقدر تطبق فيكستي الا باستخدام الويلد، والمفروض اصلا حتى باستخدام الويلد الممبر تحتيه الملحوم له ما يتحركش. هدول الريكومندد فاليوز، ولاحظ كلهم اما بيساووا او بيزيدوا، 0.5 زادت، 0.7 زادت، 1 زادت، هي قدها، هون زادت، هون قدها. حدا عنده سؤال؟ هذا بدي اسالكم سؤال، بتاخذوا وظائف عمالكم بالمختبر؟ إيه لا، بس دار المختبر في وظائف، في مشروع، فالمشروع اللي بنشتغل عليه كل اسبوع بنسلم شابتر. انا طلبت من الدكتور محمود انه يعطيكم وظائف، لا ما لانه مشروع عبين ما تعملوه مش راح تفهموا شيء في الماده. هلا مضى الان، هذا احنا بنهايه الاسبوع الرابع مش باخذين وظائف، انا بدي اصير اعطيكم وظائف وانا اصلحها وانزلكم اياها. فهذه المساله اتفضل مش فاهم ايش هذا الخميس احنا تسليم اول شابتر بالمشروع. شو اول شابتر بالمشروع؟ ولا شيء، انه نعرف يعني الستيل خصائصها وهيك، ونحسب الويند لود. طيب هلا بهذه الفتره لا علمتوا تصميم لا لتنشن ممبر، لا وين بدنا نخلص الكومبريشن ممبر، مش عاملين تصميم للكومبريشن ممبر. يعني باختصار العلم اللي دخل من هذا الاذن طلع من الاذن الثاني، انا هذا العلم ما بينفعني، انا طلبت من الدكتور محمود وطلب وعدني انا ما بدي اركن هلا على المختبر، انا بدي اعطيكم هلا وظائف. هاي الوظائف هي هذا السؤال اكزامبل 1 وظيفه، وهذا بده يكون له علامه من التقييم. فالشباب اللي ما بتحضر قولوا لهم من هلا انه عندكم وظائف، وهذا اول وظيفه اكزامبل 1 سلموها الاسبوع القادم، انا هلا بنزلكم اياها وتز هوم ورك سلم القادم. هلا اقرا لكم اياها حتى تشوفوا سهوله حلها، بس كيف يعني سهوله حلها؟ determine the buckling strength of W12 by 50 column. علمتكم استخدام الجداول، اللي لحد هلا ما فتح الجداول كيف بده يطلع IXX وIYY؟ its length is 6 meter for minor axis buckling it is bent at both ends. معناته شو بدي اعمل انا؟ باي سكوير اي اي على ال تربيع، باخذ IX ولا IY للكولوم، باخذ الاي الاقل. For major bending, for major buckling, it is bent at one end and the fixed at the other. طب إذا صارت bent at one وfixed at the other، بدل ما أطبق L شو بدأ أطبق؟ 0.7L. هلا repeat solution of the length of the column is 3 meter. هلا إذا كان length للكولوم 3 meter بده يصير الطول النص، معناته بده يصير stresses أعلى. Comment شو يعني comment؟ يعني افترض الـ F yield مثلا 250، احسب لي قديش بكون عندك الماكسيمم كريتيكال لود واحكي عنه. هلا هذا رايح انزل لكم اياه هوم ورك، موعده الاربعاء القادم،
خلي الطلاب اللي هلا ما تحضر، انا بعثت لهم رساله يوم الاحد، انا حريص على مستقبلهم، هدول اولادي وبناتي. شو عمالهم بدهم يخربوا مستقبلهم؟ لحد هلا نص الطلاب اللي عمالهم بحضروا، ل 60% من الطلبه بالحال الاحسن. انا اليوم على سبيل المثال عدد الحضور عندي كان 15 هلا 14، شكله بتنقطع لكم الكهرباء، بكون عندي 16 او 17 من 30. هلا هاي بدها تنزل لكم وظيفه وبدي اصير انزل لكم وظائف. هلا اللي بحضر المحاضرات الاصل انه ما تاخذوش هاي الوظيفه هلا قديش؟ نص ساعه او ساعه، بس هاي النص ساعه او ساعه اللي رايح حل فيها الوظيفه رايح اثبت الماده بدماغه. اذا هو ما حل الوظيفه كانه ما اخذش الماده. إشي تتعلمه بدون وظيفه انت ما تعلمته. اي ماده تاخذها بدون وظائف انت ما تعلمته. أنا ما بحكي عن مادة، أنا بحكي عن أي مادة. أي مادة تعلمتوها ما عملتوا فيها وظائف أنتوا ما تعلمتوها. لأنه الوظيفة بدك تشغل عقلك، بدك تثبت المعلومات. فهاي بدها تكون وظيفة الأسبوع القادم، مسألة واحدة. أنا كل أسبوع ممكن أحط لكم إما مسألة أو مسألتين وظيفة بس، بديش أكثر من ذلك. أو كل أسبوعين مسألة واحدة. أو مسألتين، بس على الأقل أطمئن إنك تعملك تاخذ معي أول بأول. وهي المادة أهم مادة أنتوا تاخدوها بالبريسنج. يعني البنت اللي إجت سألتني قالت لي أنا مش فاهم كيف الإكس وكيف الواي والبريسنج بالإكس وبالواي، بارك الله فيها. طب البقية اللي مش حاضرين حتى المحاضرات على إيش مركنين؟ وين بدهم يفهموا هذا الحكي؟ خلينا نروح للي وراها هاي ونقول لكم شو المشاكل اللي عندنا. What happens in the inelastic range؟ إمتى بندخل إحنا بالإنلاستيك رينج؟ لما يصير الستريس اتعدينا احنا ايش السيجما يلد. منطقيا مش لازم اتعدى السيجما يلد، منطقيا الكيرف هيك بده يجي عندي. اروح اعمل لكم شير وارجع لهي اللوحه. ايش انا بنزل لكم الوظيفه شباب ان شاء الله نهايه هذا الاسبوع، يعني بتكون نازله عشان اللي بده يسلمها، ومسموح لك تسلمها من نهاية الأسبوع، يعني بتقدر تسلمها للأربعاء، بس حد النهاية لتسليمها بكون يوم الأربعاء. إحنا الآن بدنا نتعلم what happens in the inelastic range. أنا ليش نقلتكم على هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في عندي معادلتين، هاي بدأ أسميها sigma critical وهاي بدأ أسميها KL على R. هي كانت إلا على R، بعدين ضفنا لها إيش الإفكتيف فاكتور. من معادلة سيجما كريتيكال تساوي باي سكويرد E على الأقل أطمئن إنه الطالب اللي ما بحضرش عماله بحضرهم بالبيت وفاهم المادة اللي بتنحكى. هاي باي سكويرد اي على كي ال على ار الكل تربيع. هاي معادله للبكلينج، وانا عندي الستريس سترين دايجرام بيحكي لي هيك. لا انا حاطه سيجما كريتيكال اجينست ابسلون، انه اكبر شيء بده يكون عندي سيجما يلد. فعلى هاي المعادله اذا بدي اقسم كي ال على ار بتطلع عندي الكيرف هيك. لكن من هاي المعادلة إنه مش لازم تتعدى سيجما يلد برسم هيك. إذن هاي النقطة من هون لهون أنا عندي صح فرضيتي، من هون لهون أنا فرضيتي غلط. لا يمكن أنا أقدر أتعدى سيجما يلد. طب شو الأشياء اللي بتدخل بفرضيتي غير هذا الحكي؟ بدخل شغلتين طبعاً من ندة شغلات، بدخل الشكل، بدخل عدة أشياء، بس أهم شغلتين بدها تدخل هي الآتي: الممبر out of straightness. هذا مهم جدا إنه ما بيجي عندي ممبر هيك إلا يكون الممبر فيه شوية إنحناء بدي أخذها بعين اعتبار. والresidual stresses هلا هدول بيجوا بالدرجة الثالثة الشيب وغير ذلك، بس residual stresses حتى أشرح لكم إياها. هذا هو التصنيع للحديد، بيكون عندك انت فورم بشكل اي سكشن وبتطلع فيها عليه الممبر، بيطلع الممبر من فرن درجه حرارته بالمئات. يعني لو رحتوا انتوا على مصنع الالمنيوم بتلاقوا لك الممبر طالع بنفس الشكل، مثلا الاشكال الموجوده
بدرجة حرارة عالية جدا، بتركوه فترة هون عبين ما يبرد، بعدين بحطوه بالمي حتى يبردوه كمان. هلا هذا لما بطلع حتى يبرد، المناطق الداخلية هاي تاخد وقت أطول لتبرد عن هدول الأطراف. أول ما بتبرد الأطراف، هلا كون الأطراف بتبرد ليكول وبالوسط بتضلها سخن، بتولد هلا استريسز بنسميها احنا ريسيدوال استريسز. شو يعني ريسيدوال استريسز؟ يعني هون بده يتولد استريسز وجوا بده يتولد استريسز، جزء منه بده يكون كومبريشن وجزء منه بده يكون تنشن. هاي ريسيدوال استريسز تصل لبوينت 3 اف ييلد. كونها تصل لبوينت 3 اف ييلد معناته انا لما بدي ارجع للمنحنى اللي بينت لكم اياه قبل شوي، if I want to consider only residual stresses شو بقول؟ بقول على 0.7 سيجما ييلد على هاي النقطة، هذا المنحنى ما بطلع هيك، هذا المنحنى لازم يكون سموثر. ليش سموثر؟ لأنه الإي تبعته بدأت تقل في أماكن معينة، وصلت أنا سيجما ييلد وفي أماكن تانية ما وصلت سيجما ييلد. ففي أماكن معينة أنا عندي إي، في أماكن معينة ما عنديش إي. طبعا لو كان عندي initial out of straightness معناته بدي انزل كمان، وعلى هاي النقطة، على هاي النقطة ما اطلع هيك، اصير اطلع بهذا الشكل، بحيث انه بالاخير اجي لهذا الشكل. اذا في انا عندي هون نقطة منها وهون بيكون الاشي elastic، ومنها وهون بيكون الاشي inelastic، ولا يمكن بالelastic يزيد عن السيجما يل، ومن هون وهون بالإلاستيك هون بقدر أطبق باي سكويرد إي على كي إل على آر الكل تربيع. هون بقدر أطبقها، بس هون بقدرش أطبقها. فهون بدي أنا منحنى أعمله إكسبرمنتال، أشوف إمتى بصل لسيجما ييل باختلاف الكي إل على آر. فالمنحنى اللي موجود هون منحنى إكسبرمنتال، باخدوا عدة داتا وبيحاولوا يعملوا لها فيتنج. نتيجة لذلك طلع عندي الآتي، طبعا هون للكولوم ديزاين بيستخدموا فاي ايكوال 0.9، الباقي بتقرؤوهم. يعني انا الكلام اللي انا بحكيه المفروض انكم تفهموه بعدين تقرؤوا. هاي فاي كولوم بي ان، والفاي كولوم عباره عن 0.9. هاي الشكل هذا اويلر، وهون دخلت في الانيلاستيك تعديت البروبورشنال ليميت، فالمنحنى ما بيقدر انه يستمر هكذا. المنحنى هون بالإنلاستيك باكلينج بده رسمه مختلفه. هلا الاسماء سلندر وكذا بنعرفها لقدام شوي للكولوم. وهي معادله الاف كريتيكال باي سكوير دي على ال على ار تربيع او كيل على ار تربيع، هاي بنسميها سلندر ريشيو، وهي موجوده هون. ولاحظوا لانها بالمقام وتربيع بتكون عندي هيك المنحنى. هاي المعادلات اللي طلعت عندنا بالكود. هلا بدي اورجيكم اياها على الشكل. هلا اول وحده احنا بنستخدم كلمه اف اي، اي اختصار لاويلر. فالطلاب واي واحد نظريا بيقول منين اجت ال 0.877؟ هلا هذه ال 0.877 الناس اللي بسني بيعرفوها، الناس اللي بالسن الاصغر مني هذول اذا بدهم يعرفوها لازم يعرفوا التاريخ. هلا إذا عرفوا التاريخ بيعرفوها، إذا ما عرفوا التاريخ ما بيعرفوها. فلو واحد أي واحد منكم سأل الدكتور محمود أو الدكتور محمد أو الدكتور منذر أو أي من هدول الدكاترة منين إجت الـ 0.877، بده يكون إما سامعها مني وأنا بعلم أو قارئها بالتاريخ. أما هاي ما إلها علاقة بالنظرية. اللي حاصل في السابق كانوا هنا مقسمين العمود لقسمين، إيش مقسمينه مسمينه شورت كولوم وإيش مسمينه لونج كولوم. ولانه كان اللونج كولوم الفيليرز فيه كتير، فكانوا في الشورت كولوم بيستخدموا فاكتور اوف سيفتي 1.67، وباللونج كولوم بيستخدموا فاكتور اوف سيفتي حد علمي تقريبا 1.92 اذا ذاكرتي ما بتخوني، بس اكبر. يعني كان الفاكتور اوف سيفتي اكبر باللونج كولوم عنه بالشورت كولوم. فلما هلا بدهم يوحدوا كله بقانون واحد التيميت، هذا الفاكتور كان هو عباره عن الريشيو بين ال 1.67 الفاكتور اللي كان يستخدم للشورت كولوم على الفاكتور اللي كان يستخدم لللونج كولوم. ليش نحط؟
لأنه لو ما حطوهوش أو ما حطوه بتورطوا بالتصاميم القديمة. فإن بدهم يحافظوا على التصاميم القديمة ويعمل الكود تغير تدريجي. هل هذا الرقم سيصمد لقدام؟ أكيد لا. رايح لقدام يطلع واحد زي الدكتور محمود والدكتور محمد والدكتور منزل ويقولهم بعدين معاكم. هذا الرقم لازم يكون FEM. يقولوا له طيب إحنا أخذنا ديك الأعراف، يقولوا خلص نسونا بالأعراف، حطوا FE وانتهى. يقولوا له منكون مش كونزيرفاتيف، يقولهم على أي أساس مش كونزيرفاتيف؟ أنتوا هذا علم واضح إنه وإلاستيك، حطوا FE وانتهى. طبعا النط كونزيرفاتيف لأنهم راح يكون هذا المنحنى ماله أعلى، راحين يصيروا يتواسطوا، يحاولوا من 0.877 ل 0.95 ويستنوا لهم شيء 10 سنين، وبعدين من 0.95 يحولوا ل 1. إذن كيف تتغير الكودات؟ تغير الكودات إنها بتاخذ العرف اللي موجود، وما بتقدرش بالعرف تلغي 0.133 يعني ما بتقدر. هلا المشكله انه يضل هذا الرقم من اول ما طلعت ال ار اف دي سنه 1986 بزماني. يعني انا ما تعلمت ال ار اف دي، انا بزمان لما تعلمت بالبكالوريوس بالسبعينات تعلمت اما بلاستيك او الاوبل، وكنت بعرف الفاكتور اوف سيفتي. انا ذاك لما طلعت ال ار اف دي عرفت اصلها، لانه كنت اروح على سان فرانسيسكو واحضر محاضرات كيف تم ديفلوبمنت لل ار اف دي، وكنت اعرف هذا الرقم منين اجى، من الناس اللي عملوا هذا الكود. فلما عرفت هذا الرقم منين اجى عرفت انه هو عباره عن ريشيو بين السيفتي فاكتور اللي عاده بيستخدموه ال 1.67 للسيفتي فاكتور كانوا بيستخدموه بالكود القديم اللي هو اعلى من 1.67. يعني ذاكرتي بتقول اقل من 2، كان تقريبا 1.92، مش فاكر بالضبط قديش الرقم، بس اراوند ال 1.9. فطلع هذا الرقم. أنا بالنسبة لي كنت بعرف إنهم بحاولوا يجاملوا الأعراف الموجودة، لكن مع الوقت بأكد لكم إنه هذا الرقم رايح يتغير. طبعاً هلا بناء على ذلك طلع عندهم طبعاً هون هي المعادلة طلعت عندهم 0.658 فيلد على FE في فيلد. أنا بدي مرة واحدة بس تستخدموا هاي المعادلات، بعدين بجيب لكم تيبلز قديش الكيل على R بعطيك الاف كريتيكال، قديش الكيل على R بعطيك، مش بس حتى الاف كريتيكال بعطيك الفاي اف كريتيكال، لانه غير معقول بالامتحان كل مره تقعد تطبق هاي وتحسبها. تقدر تعمل انت اكسل برنامج اكسل وتحط الكيل على R وتحط هاي المعادلات وتطلع تيبل منها. انا عامل لكم تيبل ان شاء الله بنزل لكم اياه وبنحكي عنه الحصه القادمه. على الكولوم سترينج كالكوليت ذا ديزاين سترينج اوف W 14 by 74 with length 6 meter and bend ends. هلا السؤال لو بدي احسب السترينج لهذا الكره شو اول خطوه لازم اعملها؟ حدا يجاوبني. شو اول خطوه لازم اعملها؟ اول شيء بدي اطلع من الجدول الابعاد. رائع. انا بدي اعطيكم الجدول الابعاد. هي اكزامبل 2. أنا عندي W14 by 74. انتبهوا ارتفاعه 6 متر وهي 36 ستيل. خلينا نرجع نعمل الشير. اللي طلبت الأبعاد عشان أقول لكم للي فاهم كيف مثل مسائل الستيل قديش بتاخد وقت. W14 by 74. طبعا انا عندي A 36 ستيل. اذا رحتوا وطبعا ال L قلت لكم 6 متر. اذا رحتوا على ابعاد بيطلع عندكم اذا بدكم اريا، الاريا بتساوي 14.06 في 10 للقوة 3 مليمتر سكويرد، وال RY بيساوي 63 مليمتر. هل ليش أخذت بس الـ RY؟ هذا X وهذا Y، وأنا عندي الـ RX أكبر من مين؟ من الـ RY. فطبعاً بده يكون الفيلير عفين على الـ RY، يعني على المومنت أوف إنيرشا الأقل. هاي أعطتك البروبرتيز يا بنتي، شو لازم نعمل؟ نرجع للمنحنى اللي ورجيتكم إياه قبل شوي عشان اقول لكم الخاصيه هاي للستيل كيف بتميز فيها عن كل المواد. شير. هلا لو قلت لك قديش الاسترس اللي بتحمله الحديد،
الباطون الاسترس له معروف F bar of C 24 يعني 24 بالكولوم بعمل له فاكتور بالكي. هون لا هون بيعتمد على مين؟ على KL على R. قديش في عندك KL على R؟ قديش في عندك KL على R؟ قديش بده يطلع عندك إيش؟ القيمة. إذا لازم أحسب KL على R. إذا طلعت KL على R أكبر من قيمة 4.7 square root of E على FY بدي أطبق معادلة بتختلف هاي المعادلة عن معادلة. ليش هذا مش عمال يبين؟ أوكي. المهم بدي أحسب KL على R من الشكل شباب. بدي أحسب KL على R. مش عارف ليش مش عمالة بتصدر قدامي. تمام. هلأ لاحظوا أنا KL على R بدي أتأثر على قيمة الاسترس. إذا كانت أكبر من هذا الرقم أكبر من هذا الرقم بدي أستخدم هاي المعادلة. وإذا كانت أقل من هذا الرقم بدي أستخدم هذه المعادلة. إذا أول خطوة أنا طلعت البروبرتيز. الخطوة الثانية بدي أحسب هذا الرقم وأحسب هذا الرقم. وبناء على الرقم اللي أنا بحسبه KL over R وبناء على هذا بشوف هل عند القيمة أكثر ولا أقل. أكثر بستخدم هذا المنحنى أقل بستخدم هذا المنحنى. نطلع الآن شو رايح يطلع معنا. أول إشي بدي أحسب الـ 4.71 square root of E over A field. وهي مرة واحدة بحسبها. هلأ بحسب لكم إياه وخلص بتصير عندكم مبدأ طول الوقت. 4.71 square root of 200 في 10 to the power 3 على A field عندي للـ A 36 250. فهذا بده يعطيني قيمة 133. فكل مرة بعطيك أنا A36 عندك الكيال على R133 أكبر منه عندك معادلة وأقل منه عندك معادلة. هلأ بنيجي للقوة الثانية اللي هي كيال على R. أنا عندي بن يعني قديش الكيال بن قدي الكيال واحد الارتفاع 6 متر هاي 6 متر بدي أحوله بكم إياه مثلا للمليمتر في 10 القوة 3 على R قديش عندي 63 مليمتر. أخذت أنا الأقل R فبحط هون 63 فإذا حسبتها بطلع عندي القيمة بتساوي 95. هاي 95 أقل من 133. إذا المعادلة اللي بدها تحكمني الـ F critical بتساوي 0.658 مرفوع على القوة FY على F Euler على F Euler هاي كلها مضروبة بـ FY. هلأ سبق قلت لكم أنا F Euler نسبة للـ Euler Buckling Load هاي بنسميها F Euler. و F Euler هي عبارة عن الـ Pi squared EI أو E على L over R تربيع اللي هو الـ Stress في الـ Area. F Euler لبين بين دائما بتكون. فإذا بدنا نحسبها طبعا أنا الـ F بدي الـ Stress فما فيش عندي الـ Area. لو بدي انا البي كريتيكال البي اويلر بحط الاريا بس الستريس ما في عندي الاريا فهي عندي هاي الباي سكوير في اللي هي عباره عن 200 في 10 القوه 3 ميجا باسكال على ال ال اوفر ار اللي حسبتها اللي هي 95 الكل تربيع هاي بتعطيني اف اويلر بتساوي 219 معناته المعادله هاي بدها تعطيني 0.658 في F yield اللي هي 250 تقسيم ال 219 بدي أضربها في 250 تعطيني جواب مقداره 155 ميجا باسكال. على الحصة الجاي رايح تلاقي عندك تيبل بتقول لك إذا كانت الـ KL على العرض 95 للـ A36 قديش الـ F بدها تكون. ليش حسبنا هاي الرقم؟ حتى أنا لما بعطيك تيبل مش تقف تقول للأساتذة أنا هاي الرقم أخذته من تيبل أخذته من عبد الرزاق طوقان. عبد الرزاق طوقان غلط بإكسل بطلع كل الكلام عندك غلط. فأنت لازم لما تأخذ تيبل تعمل verification على أقل رقم أو رقمين. أنا بعتذر إن أخرتكم عن 15 دقيقتين. إذا في حد عنده سؤال يسأل ولا بعتبر المحاضرة انتهت. حد عنده أي سؤال؟
هلا عرفنا احنا معادلة. اتفضل يا بنتي. الهومورك تسليمه على الموديل. طبعا بنزلكم assignment على الموديل تحت اسمي وبتسلموه وبعيننا الله اقعد اصلح. بدي بس تشكلوا جروبس اقول لكم ما تشتغلوش الهومورك، يعني كل واحد فيكم يشكل جروب، هذا الجروب ما تتعداش الأربعة وما تقلش عن اثنين. الأسماء أنتوا إذا ما بتعرفوها خلينا أقولكم الأسماء، واللي منكم هلأ بده يشغل يشكل جروب يشكل، عشان بديش حدا يسلم فرادة. فرادة مش رايح أصلح، يعني من هلأ تعلموا تشكل جروب. أنتوا هلأ بالستيل شكلت جروب للمشاريع؟ دكتور شكلنا. على جروب المشاريع اللي أنتوا شكلتوها بدي إياها نفسها تكون جروب مين؟ الوظائف، إلا إذا كنتوا أنتوا من يعني من شعب الدكتور محمد والشعب هاي ساعتها بدي الوظائف شكلوها منكم. فمين منكم هون من هاي الشعبة حابب يشكل جروب مع هاي الشعبة للوظائف؟ محمد موسى موجود؟ هاي سارة رفعت إيدها. يا سارة منصور، مع مين بدك تشكل مجموعة؟ دكتور أنا واللبنى عايشين مع بعض. دايما هاي مجموعة واحد سارة منصور، مجموعة واحد. أنت مع مين؟ مع لبنى. مع لبنى. طيب هلا بحط مع اسم لبنى. لبنى مش شعبتنا يا بنتي؟ دكتور. ايه؟ معك دكتور بالشعبة هاي. طيب يا لبنى انا عمال بفتش على اسمك. طه أدير مجد فرح هاي لبنى مجموعة واحد. طيب مين كمان بحب يشكل مجموعة يرفع ايده؟ بدي اجلكم اياها الهومورك، بزيدكم مسألة. لازم من هاي الشعب يكون؟ لازم من هاي الشعب لانه انا بدي اصلح يا بنتي. عمر نصار اعطيني مجموعتك يا عمر. انا ومحمد عطاطري. عمر نصار دقيقة شوي. عمر نصار هاي مجموعة اثنين. مع مين يا بنية؟ محمد عطاطري. نعم محمد عطاطري. طيب هاي مجموعة اثنين. مين كمان تحبوا أسمي أساميكم حتى تعرفوا؟ زياد. يا زياد إيش المجموعتك؟ أحمد منصور. زياد مجموعة ثلاثة مع أحمد منصور. مجموعة ثلاثة. طبعاً بتقدروا تعمل المجموعة، أنا ما عنديش مانع تكون أربع طلاب. مين بده يعمل مجموعة كمان؟ يا مي. دكتور أنا سجلت المادة يوم الخميس فما بعرف يعني حدا، فإذا في حدا يدخلني معاه على مجموعته أو إذا في يعني يا مي. هلأ أنا بسمي الأسامي صحيح. أنا بسمي هلأ كل الأسامي يا مي. ماشي. أو حتى أريحك بما إني أجلت عن الأربعة القادمة، فيوم الأحد أنا رايح أخذ كل الأسامي وأشكل مجموعات، ولن أقبل أي وظيفة من فرد، لازم تكوني في مجموعة. على كل حال هلا الكل عرف إنك أنت دخلتي، أهلا وسهلا فيكي. أي طالب بحب يشكل معك مجموعة بيقدر إنه يحكي. حدا بحب يرفع إيده ولا تأجلوا المجموعات الثانية ليوم الأحد؟ ديش عطلكم أكثر، هاي خمس دقائق مضى من المحاضرة. إذا في حدا رفع إيده وشكل مجموعة أما الباقي بيقدروا يتركوا هلا. دكتور أنا بمجموعة عمر نصار محمد عطاطري. دكتور. طيب محمد عطاطري. طيب هيا حطيتك مع حطيتك مجموعة اثنين. اسمي عبد الله ياسين أنا معهم. عبد الله ياسين. مجموعة اثنين بدك تكون. عبد الله ياسين دقيقة. عبد الله. عبد الله ياسين مجموعة اثنين. تمام. مين كمان اللي ما بده يشكل مجموعة الآن يوم الأحد؟ أنا بسمي الأسامي كلها عشان يشكل مجموعة. اللي منكم بده يعرف مين هن الأسامي اللي موجودة بالشعبة يضل عشان أسميها بسرعة ويعرف. عندنا محمد موسى علي، إبراهيم خالد، هذول اللي ما شكلوا مجموعة، أسامة خالدي، آمال عمار، أمير أبو ثابت، باسل عباس، توفيق أبو الرب، حسان زايد، سارة منصور، سامر بحلق، طه مسلم، عمر دراغمي، غدير، مجد قدح، فرح عيد، محمد حسام أحمد،
محمد حسن سليمان، محمد هاني قاسم، مثنى غانم، ملك غلاييني، مي البزور، وميس ذكرنا. هلا لكل هؤلاء بتمنى انكم انتم تشكلوا مجموعات، وكل ما كان العدد اقل كل ما حتى اطمئن انه انتم عمالكم بتتابعوا بالوظائف، بدي اعمل نشاطات معينه اتاكد انكم بتتابعوا بالوظائف. هل اللي ما بحضر وبحضر عماله متابع اول باول ما عندي مشكله معاه، اللي مش عماله بتابع اول باول انا خايف عليه، فهاي وظيفتها بس أأكد أنه على الأقل اتصل بزملاء وعارف فين وصلنا. الله يوفقكم يا رب، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم.